اليوم بدي اورجيكم جيم اسمه سلاي ذا سباير. سلاي ذا سباير هي اقرب للبورد جيمز من الفيديو جيمز. فكرتها انك انت بدك تروح بسباير اللي هو مثل البرج هذا اللي هون على اليسار، بدك تحاول تطلع لفوق للاخير. شوي شوي بدك تظبط الكاركتر تبعك وتحاول تصل لاكثر ما بتقدر. راح اورجيكم رن، يعني راح اورجيكم لعبه انا حلعبها هلا، من حاول اني اوصل قد ما فيني. في ستاندرد وفي ديلي كلايم، وفيك تعمل اكاستم. ديلي كلايم هو مثل تشالنج مره باليوم، بس خلينا نحن نلعب الستاندرد. في عندك ثلاثه كاركترز تلعب فيهم، هذا صار مثل وورير، هذا مثل روغ، وهذا مثل ميج. بيختلفوا عن بعض بطريقه اللعب شوي، بس اساس اللعبه نفسه. خلينا بالايرون كلاد. عنده هذا الهيلث والمصاري ببلش فيها، ذا ريمينينج سولجر مدري شو هذا حكي، بس at the end of the combat heal 6. فكل اخر كل معركه بشيل 6 من بيرجع 6 هيلث. طبعا في هذا الحوت بالبدايه بيعطيك بونس. obtain a random rare card, obtain 100 gold, lose all gold وخذ ال HP الهيلث بيكون زياده 16، او obtain a random ريليك بس لازم كب هاد. لا انا حاخذ رير كارد. At the start of your turn lose 1 HP. Alright granted، حنعمل yes ونروح. هلا الفكرة هي عندك هاي الماب، اخر شي حنصل للبوس. بدنا نعمل نمشي بالماب، فبدي اشوف انه احسن طريق ممكن نروح منه. كله تقريبا نفس الشي، هذا الطريق كويس انه في عندك هيل 2، فاذا احتجت الهيل ممكن اعمله. خليني اطلع من هون. اوكي، فكرة الجيم انه كل دق تسحب 5 كروت. اوكي بدك تلعبهم. في عندك هون هدول في كل واحد فيهم عنده هيلث، هذا الهيلث اذا خلص بيموت، وعنده شعور ناوي يعمل. فهذا مثلا ناوي يضربني ب 5 بوينتس، هذا ناوي يضربني ب 7 بوينتس. فالطريقة اني اخلص من هذا الموضوع، فانا بدي اشوف شو بدي العب لحتى احاول يا اما اقتلهم يا اما ما اخذ الاذى. طبعا اذا مات ما عاد في يضربني. Brutality. At the start of your turn lose 1 HP and draw 1 card. فهي مثلا صار عندي Brutality، هلا صار فيني الدور الجاي بسحب 6 كروت، بس كل دور حخسر 1 point. طيب اللي ممكن اعمله هلا هو اني حاعمل لحالي ديفند مشان ما انأذى، وراح اضرب هذا ب 6 دامج، اضرب هذا ولا هذا نفس الشيء لانه ما حقدر اقتلهم anyway. وعندك 3 انرجي، فهلا هاي بتروح على الديسكارد بتحطها على جنب، ما بتكبها بتحطها على جنب وبتسحب بداله. اوكي هذا لانه ضربني اعطاني كرت اسمه سلايم. هلا صار عندي 6 كروت. طيب في عندي هلا في عندي 3 بوينتس، فيني اضرب هاد ب 8 وابلاي دو فولنربيلتي. طبعا بياخذ 50% زياده الاتاك اللي بعدها، تمام. هاد حيضربني بخمسة، فاللي حاعمله حاعمل ديفند مشان هذا لما يضربني ما انأذى، وراح اعمل باش لهذا راح ياكل 8 ويصير فولنبل. هلا الضربه اللي بعدها الدور الجاي حياكل 50% زياده، يعني اذا مثلا ضربه بستة بتصير بتسعة. هذا بلوكت وهذا عمل لي ويكند. هلا 25% less damage. طيب حيضربني بخمسة وسبعة. هلا لحتى اخلص منهم شو ممكن اعمل؟ هلا هذا ديل 4 دامج، بس اذا ضربته هون بصير 6، هاد اذا ضربته هون بصير 4، فهدول حيضربوني الاثنين. فانا شو حاعمل؟ حاعمل ديفند، ما بدي اخسر الهيلث تبعي. 15 اورايت. هاد ضربني واعطاني سلايم. هذا كارت حيطلع لي بس اسحب الكروت مره ثانيه. هلا لما خلصوا الكروت من هون سحب الديسكارد وحطه هون. هلا صار ليكو طلع لي هذا ما عاد فيني استعمله، ما عاد فيني اعمل فيه شيء. ما فيني اعمل فيه شيء، لازم شيله من الكروت تبعي ولا حينسحب. فبدك تدير بالك انك ما يصير معك قصص. طيب نضرب هاد ب 8. تعرف شو، خلينا نخلص من هاد سترايك. راح اكل خمس، ما عندي. هذاك كان حقه 2. يلا ما بشكل، هات الضربه يلا بستاهل. اوكي وهكذا بدك تصير بقى شو تشوف. هذا السلايم رجع طلع، لازمني كروت اتاك اكثر من هيك. طيب 6 دامج على هاد وهاد، هيك ماتوا.
هلا كل بس تخلص بتاخذ مصاري وبتاخذ كرت جديد، ففي عندك هدول عاده الملون احسن. هذا بيعطيك 2 اكسترا باور اند اكزوست، ف 2 اكسترا باور بعدين اكزوست. اكزوست يعني بيطلع برا ما بقى يرجع. طيب هذا gain 5 block, upgrade a card in your hand for the rest of combat لهي المرحلة بس. deal 5 damage twice يعني 10، بس ممكن اذا ضربته 5 ومات يمكن بيضرب حدا تاني. طيب ناخد هاي ولا هاي؟ ناخد twin strike، هاي ظريف. اوكي هلا منروح على الوحش اللي بعده. هدول الاثنين هون curl up. curl up لما ينضرب بيتقوقع وبصير بيلف على حاله. طيب اذا هاي معناته انا لازم اعمل ديفند لانه حيضربوني، وبعدين رح اعمل 6 دامج على هاد ولا هاد. هاد هلا اتقوقع وصار عنده 4 بلوك. نعمل انت هي ضربني وهذا 6 حياكل 3. نيكست بروتاليتي، هذا بيسحب كرت زيادة. هيضربني بستة وسبعة. تعرف شو حقتل واحد منهم. هاد اوت وهاد كمان اوت، خليهم برا. ناخذ واحدة ديفند وشيل السبعة بوينتس هدول، حيجي بس علي اثنين. يب في طريقة أحسن كان ممكن maybe بس ما مشكلة. طيب نعمل twin strike اللي حيصير هذا حينضرب 5 مرتين بعدين اتقوقع بستة. حأضربه بعدين أضربه واحدة تانية، واحدة كسرت البلوك والتانية هذا. أوكي مرات بيطلع لك potions، هدول potions بيعطوك أشياء. مثلا هذا snake oil بيعطيك 3 كروت فيني اسحبهم، بس بشربها باخد 3 كروت بس بصير عندي كارت اللي هو confused. add card to your deck. drop kick. deal 5 damage if somebody has vulnerable. gain and draw 1 card. yeah this is a good one. deal 6 damage. add a copy of this card into your discard pile. طب بصير عندي 2 كل مالهم بيزيدوا. و actually this is a nice one لانه بصير بيعمل copy لحاله بصيروا كتار. طب بصير عندي 6 damage 6 damage طع 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 بصير كل ماله بعصب. but yeah I'm gonna take this. طيب هلا عندي خيارين، يا بروح من هون وبعمل هاد تقريبا نفس الشيء، خلينا نقتل البوس. نفس الشيء لانه وحشين وشو اسمه. طيب هذا حيضرب ب 11 فانا شو حاعمل؟ حاعمل ديفند ديفند وتوين سترايك. هاي 10 هون نعمل نكست. هذا حيضربني هلا بواحد منيحه لحد هلا قدران احمي حالي. طيب هاي انجر 6 دامج صار في كرتين منه. هاد هلا حيعمل انستنس تو كرييت ا بلوك فانا ححاول اضربه قد ما فيني. عندي 3 بوينتس رح اعطي 1 2 3 قبل ما يعمل البلوك، لانه اذا عمل البلوك صار شو صار عنده بلوك هلا. فانا ممكن اوقف الضرب. اوكي بروتاليتي تعرف شغلة؟ أظن فيني خلص عليه. نضرب هذا هيك نضربه باش خالص. عملت هيل لستة بأخذ كارت كارنج ديل 20 دامج. هذا كارت إثيريال يعني إذا ما لعبته بيروح منك. أوكي كليف ديل 8 دامج to everyone gain 2 strength. هذا بيخليك تضرب ضربة أقوى. بصراحة هذا الكارت كتير قوي. ناخده أحسن مع انه ممكن ما يضل. اوكي هلا مرات بيجيك راندوم ايفنت او بيعطيك شغله بيقول لك مثلا انك انت وصلت على اوضه لقيت غرفه بالارض لقيت هذا الشيء طلع لك. اوهو هلو هلو دو يو ونت تو باي سمثينج. بيقول لك اعطيك حيعطيني 175 جولد بس حيتجيني لعنه اللي هي الداوت. ان بلايبل ات ذا اند اوف يور تيرن جين 1 ويك. ما عندي مشكلة هات المصاري. حيلزموني قدام شوي. في اصلا ميرشنت الا ويطلع لي واحد بعدين. طيب حنطلع لفوق في ميرشنت هون هلا بنوصل.
اوكي هدول الوحوش. عنده ام ديث ابلايز تو فانبل، لما تقتله حيعمل تو فانبل علي. طيب هذا لازم استعمله ولا بيروح علي؟ اول شيء هذا زيرو، نصرفه على السريع. هذا باثنين حيضربوني 6 ب 6، فانا اللي حاعمله هلا راح اضرب هاد. طيب هلا عندي خيارين، يا حاعمل ديفند 5 بلوك يعني حاكل 7، يا اما بعمل سترايك 6 دامج بقتل هاد وباكل بس من هون، بس حيجيني فولنبل. فخلينا نعملها، نقتل هاد، صار عندي هون فولنبل، راح اكل 50% زياده، يعني هي تصير ضربه 9. كان ممكن البلوك كان احسن. فهي الشغلات لازم تحسبها، شفتوا هلا هون لعبت لعبه غلط، بس مو مشكله. طيب هذا الداوت ان بلايبل ات ذا اند اوف ذا راوند جين 1 ويك، راح اعمل سترايك سترايك سترايك. هذا حيعمل باف، يعني حيقوي حال. اوكي اي جيند 1 ويك 25% less damage for 1 turn، ما له كثير مشكله. طيب نعمل هذا الضرب، صار عندي كارتين انجر، مو مشكله، ببينوا اكثر بالهاي. اوكي ستيرويد بوشن جين 5 سترينث ات ذا اند اوف يور تيرن يو لوز 5 سترينث، منيحه هي. اذا عندي ضربه قويه بقدر اشرب البوشن وروح طاح سالخه. طيب ناخذ كارت Rage. Whenever you play an attack this turn, gain 3 block. Yes. طيب heavy bit. هذا منيح بس في شيء أحسن ممكن. Deal 14 damage. Strength affects this card 3 times. I think I should take this one. لأنه عندي شغلات كتير بتأول strength. طيب هذا mini boss. مو boss. Mini boss. فبدنا نشوف نلقتله. عنده 82 gold. 82 health. Sorry. طيب أول شيء brutality لازم نضربه. Ethereal damage لازم نضربها لأنه حتروح علي إذا ما استعملتها، وبعمل attack. Alright. هلا الدور الجاي حيسحب 6 كروت. هلا أول شيء هو حيعمل buff، عمل لحاله enrage، صار whenever you play a skill gain 2 strength. فإمتى ما بيلعب هو skill حيجي 2 strength. هلا هو قرر يعمل attack ف 14. عندي 3 كروت defend رح أعملهم مشان ما آكل الضربة تبعه. المشكلة البلوك انه بيروح بعد بس يخلص التيرن، يعني مو باخر الكومبات، اخر التيرن. تمام. ديل 10 دامج. طيب انجر اول شيء حنضربه بهاي. هلا لازم نضربه بالاشياء اللي ديل 3 دامج توايس، طبعا لانه عندي ويك هون مشان هيك خلينا نضربه بهاي. راح اكل ضربه منيحه. طيب هذا بستة و أربعة وأربعة ولا عشرة؟ رح أضربه بالعشرة. المشكلة سترينث ما معي سترينث فما استفدت. طيب منيح على اللي نزلنا، حيضربني بعشرين هلا بس. أيه. طيب كارنج مع السلامة انقلع. باش لا، حنضربه سترايك ولا ديفند؟ لازم نعمل ديفند لأنه حيضربني ب 12، على الأقل باكل 7 بدل 12. 14 لانه السترينث تبعه زاد. طيب فولنبل ريسيف 50% مور دامج فروم اتاكس. طيب الكارنج رجع طلع، اظن اذا سلخته هاي وسترايك بكون بيطلع خالص، فما في داعي اعمل ديفند لحالي. طيب هاي ريليك جديده. نورمال انمي كومباتس ار نو لونجر انكاونتد ان راندوم جروبس. مرات انت اذا رحت على راندوم مرات بيطلع لك وحوش، هالمره خلص ما عاد يطلع لي وحوش. ناخذ كارت باور ثرو اد تو وونز انتو يور هاند جين 15 blocks. Yes, I need it. 15 block. منيح. اوكي، هذا كلهم كيرل اب. حنشوف شو حيعملوا. هذا اللي بالنص حيعمل لي اتاك. لازم شوف لي طريقة اقتله فيها. بس المشكلة انه كلهم عاملين شو ديفند. فأنا حاعمل ديفند لحالي على وحدة. وروح ضاربه بهي. هذا عمل هلا بلوك. خليه عمل بلوك لحاله حيفك. هلا لنشوف هدول شو حيعملوا. حيعملوا لحالهم باف فحيزيدوا قوة الضربات عنده، صار عنده اتاك باور 3. هذا ضربني بواحد وهذا عمل جرو كمان اتاك باور 3. طيب اتاك باور بتصير ضرباته اقوى. اوكي اد تو وونز تو جين بلوك، ما بدي، بدي هذا العبه والعب الانجر على الاخ اللي بالنص مشان ما يقتلني. تمام وهلا راح اضرب هذا سترايك، اضرب هذا سترايك، خليهم يتقوقعوا.
لأنه فتح قوقع ما بدي أصرف عليه الاسترايك الثاني، هيك على الأقل بستفيد أكثر بالضرب. طيب هدول صار عندهم سترينث عالي، فإذا حيضربوني لازم أقتلهم فورا. طيب كارنج أول شيء هاد راح يضربه ضربتين، خمسة بخمسة راح، وهذا بعشرين خالص. بدك تحاول يكون الكروت معك زراف. هلا بس تروح على الميرشنت في شغله حلوه حورجيكم اياها. طيب اسنس اوف ستيل جيم فور ارمر، اد ا كارد تو يور ديك. في كارنج حلو، جيم 5 بلوك ابجريد ا كارد، لا جيم 2 سترينث. خلينا بالكارنج واحد ثاني، حلوين هذول. روح على الميرشنت. طيب هاي بياع تحكي معه تعطيك كروت، فيك تشتري كروت، وفيك كمان تشيل كروت من الدك، بتدفع 75 بتشيل كروت. فإذا مثلا عندك كروت ما بدك اياه هون بتشيلهم. ليش بدك تشيلهم؟ لأنه مرات إذا الكارت ضعيف أو مو فايت بالجو تبع الضربات تبعك بيصير وجوده مزعج، تمام؟ ف يعني مثلا كارت الأتاك العادي إذا بدك تستعمله إذا بدك تستعمله ضعيف حتصرف عليه واحد، حتسحبه حيطلع لك، فبتقول مثلا أنا ما عاد بدي إياه، بدي كروت الأتاك القوية اللي هي كمان نفس الليفل واحد. طيب خلينا نشتري أشياء. هذا ب 39 لأنه عليه سيل، دائما خذه. هاد سحب 3 كروت وهذا الكرت بيروح، ما بيروح، بيروح بس بهي القتالة، فكمان بنشاخذ. هلا عندي لسه 165. أوكي ديل 6 دامج و2 لكل كرت عليه كلمة سترايك، فهذا جيد جدا لأنه عندي كثير كروت عليها سترايك. هلا بصير بدي اشيل لم الكروت اللي عليهم سترايك. هلا عندي كمان لسه 115، شو ممكن اعمل فيهم؟ فيك تشتري بوشنز، فيك تشتري ديسكاونت 50% ديسكاونت، هذا بتشتريه ب 191 بصير بيعطيك تخفيض لقدام. طيب فاير بريدنج ات ذا اند اوف يور تيرن ديل 1 دامج تو اول انيميز فور ايتش اتاك بليد، ما كثير. هذا بيعطيك اكسترا بوينتس لتستعملهم، واظن ما عاد عندي هذا اكسترا شو اسمه انرجي. طيب هذا صندوق انشنت تي سيت، whenever you enter a rest site start the next combat with two. هلا شو صار عنا؟ نروح على الريست سايت لانه لازم نعمل ريست. هلا هذا هون بتعمل ابجريد، بتصير بتقوي الكروت تبعك، مثلا بدل ما يضرب 6 بصير بيضرب 8، او بدل ما يضرب 16 بصير بيضرب 20، او مثلا البلوك اعلى او الافكت بيكون اكثر، بدل ما تسحب 3 كروت 4 كل كارت شكل. طب انا حاعمل ريست واعمل هيل لانه لازم هذا. هون هلا ميني بوس، هاي القوقعه العجيبه. طيب شايف هلا عندي 5 بوينتس، فانا شو ممكن اعمل هلا؟ حاضرب هاد ب 20، بعدين اضرب هاد ب 20 لانه عندي الكروت الكثار. هلا هذا ستاند فيني اضربه ب 6 مره واحده، ما في داعي للديفنس، ستاند فدايخ هو لانه كان نايم لما ضربته. هلا ليك دغري نزلت له 30 بوينت، 35 بوينت. طيب هلا كمان كارنج هون. اوكي سينج ريد جين 2، حلوين. هلا صار عندي 4 بوينتس. طيب ممكن اضربه بهي بستفيد، وعندي exhaust all non-attack cards in your hand، اي كرت مو اتاك بينعمل له exhaust يعني بينكب برا. طبعا هذا انكب برا بس هون ولا واحد فيه اتاك، فانا فيني هلا اضربه ب 16 وما اخسر ولا كرت. عندي كروت اتاك كثير كلها قويه. اوكي ضربني ب 18، ما مش اصلا ما كان عندي ديفنس. طيب هذا حيضربني ب 18. هلا اول شيء نسحب 3 كروت لانه عندي الكرت هذا، بعدين ثاني شغله بنعملها هي انه بنعمل بروتاليتي اللي هو بيعطيني كرت زياده كل دور. هلا حيضربني ب 18، ما بظن اني حقدر اقتله، فشو حاعمل؟ رح اعمل هي جين 2 وونز، هذول الكروت ما فيني استعملهم بس حيفوتوا على الدك، وبعدين لما تسحب مره ثانيه حيطلعوا لك. فهلا هيك صار فيني صار عندي 15 بلوك، يعني حيضربني بثلاثة بس، أو ممكن أعمل ديفند لحالي. هلا عندي تو أوبشنز، يا إما بضرب له بهاي تيك 50% مور دامج الدور الجاي، خلينا ممكن، أو إني أحمي حالي. لا أنا حآكل الضربة ما عليه، حأعطيه هاي. هيك صار عنده 50% مور دامج للدورين الجايين، وراح أعمل نكست. أعطاني ويكنس، ف
50% 25% زيادة. منيح حلوين. طيب هلا نعمل انجر الاخود power through 15 block. هلا هو شو عنده strategic, this enemy intends to inflict a powerful negative effect. فهلا شو لازم اعمل, لازم لاقي لي طريقة اني اقتله قبل ما يقتلني. هلا هو 21 فعندي كل هاي البوينتس. طيب خد هاي وهي وهيك خالص, هيك لازم. طيب بنب كل 10 ضربة تعمل دبل دامج, فدائما الكرت العاشر لازم يكون قوي. ناخذ هاي. طيب ديمون فورم at the start of your turn gain 2 strength. ممتاز منيحة. اخيرا اجاني كرت مثل العالم. طيب هذا حيضربني بعشرة, فيني اخذ البلوك او اخذ هذا. هذا حيعطيني سترينث زيادة. خليني خاطئ معلش, مع انه هو 3 بيصرف بس هذا حيعطيني باور يضرب مزبوط. هذا عم يسرق لي مصاري الكلب. طيب at the start of your turn lose 1 HP and draw a card. اها طيب هلا صار عندي هذا السترينث. هلا هون هاي كانت مثلا صارت تضرب 5. اوكي صارت اقوى شوي بس يعني مع الوقت تصير اقوى احسن. طيب خلينا نعمل هاي مشان يصير عندنا الابيليتي gain 5 block defend. خلينا نروح بس 5 بوينتس, ما بدي الضربه, ونضربه ب 10. نك اوب كان عندي بوينت ليش ما استعملته. يلا ما مشكله ضربني بخمسة بس. عم يسرق المصاري الكلب. طيب نسحب الكروت. حلو كتير حلو. هلا هذا 26 بوينت, شايفين كانت 20 هلا صار 26 لانه عندي سترينث زياده. خلينا نعمل سينج ريد, هيك صار عندي باور زياده. هلا اللي حنعمله هو هاي كارنج 24 وهيفي اتاك خالص. يس طيب نسحب الفلوس رجعناها. سكيل بوشن تشوز 1 اوف 3 راندوم سكيل كاردز ات يور هاند ات كوست 0 ذس تيرن. طيب هذا ممكن بدل الكرت من هدول فيهم. ممكن هاد ديسكارد واخذ هاد بداله وشوف الكرت الجديد اللي حيطلع لي. War cry draw 1 card put a card from your hand onto the top of your draw pile exhaust this card. Gain 8 block. Yes هذا لازمني بلوك. ما عندي كتير كروت دفاع. You enter a okay parasite anger the mushrooms. يا اما بقتل المشرومز يا اما بعمل هيل ل 20 بس باخذ هذا. اعطيني هذا بصير بكيرس بصير بإزيني ممكن وانا عم بلعب. طيب نطلع يمين مثل بعضه نفس الشيء. اوكي هلا هذا حيضربني ب 6 و 6 6 و 6 12 هي 8 بسحب كرت ناخذ 5 هيك 13 هيك ما حيأذوني وبسترايك على واحد خليه يكمل. هيك اكلت ويكنس. بلوك بلوك بلا ما اكل ضرب حاجة ضرب. alright anger هاي brutality كارنج على هاد. بدي ما بدي اقتلهم اثنيناتهم سوا مشان ما انأذى كتير. طيب هذا حاضربه بهاي مشان نزله شوي الهيلث تبعه وحاول اني هذا حيضربني بستة which is fine group بلس 2 سترينث. طيب سينج ريد ولا ديمونيك فورم نسحب كروت ناخذ بلوك. اوكي ديل 2 اديشنال دامج فور اول يور كاردز كونتيننج سترايك ديل 20 دامج على هاد وبعدين هذا بياكل هاي. لا اول شيء سينج ريد صار عندي 4 بوينتس هذا حياكل هاي وهذا حياكل هاي. هيك نحنا نفدنا من الضرب. طيب blood potion heal for 10% of your max HP. 10% يعني 8 ما كتير حلوين. طيب ناخد كرت battle trance draw 3 cards you cannot draw additional cards this turn which is fine. اوكي بصير عندي كروت زيادة. روح هون نعمل heal لانه الهيل تبعنا واطي ونحاول شو نروح لانه حنتقتل مع البوس هلا.
اوكي هلا بوس هذا الشيء it will split لما تقتله حيصير يتفكر. طيب اول شيء ديمون فور لازم باتل ترانس draw 3 cards. اذا طلع لي شيء زيرو بكون كتير ممتاز. هاي زيرو هاد if transformed or removed from the deck lose 3 HP. لحد هلا ما في شيء يخليه يروح. طيب نعمل باش خلين أزا. هلا بصير الضرب الجاي بتكون قوية. نعمل next. هلا هو حيضربني بديباف. اوكي اعطاني سلايم. هدول الكروت مزعجين. نسحب كروت. اوكي. هلا unknown. ما بعرف. He's not attacking. اوكي. He's not attacking. طيب عندي 2 points. Exhaust all non-attack cards. And deal 18 damage. طيب exhaust يعني هاد حيروح وهاد حيروح وهاد حيروح which is fine by me. 27 اضرب strike hold ماشي next okay. increase attack damage by 2 slime crush خير اوكي okay. حيضربني ب 35 بطيخة تبا. طب اول شيء هذا اكسترا بوينت ماشي هلا هاد لازم اضربهم بهدول الاثنين اجباري 24 24 وهات الضربه يا معلم هيز راندوم هيز نوت اتاكينج اني مور لاني ضربته مره اذا ضربته ضربه قويه بيصير لا مو لانه هاد لانه حيعمل سبليت اوكي 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 طيب هاد لازم يموت 12 ب 12 ب 12 المفروض يكون خالص هاي واحد اثنين هلا هيك صار راندوم رح نعمل هذا بروتاليتي ونعمل سترايك على هذا اوكي هلا هيك هذا حيعمل سبليت ولا واحد فيهم حيضربني بس هذا ممكن يعطيني نيجاتيف افكت which is fine شايفين السترينث لما يزيد كثير قوي بصير alright حلو طلع لي هذا الكارت ما فيني العبه وهذا ما فيني العبه بس فيني اصرف واحد لحتى اشيله من هي طيب حنضرب هذا هيك خليه راندوم باش توين سترايك ديل 26 دامج توايس خلينا نشوف هذا بيمشي حاله ولا ما بيضرب اثنين ما بيضرب اثنين اوكي ما مشكله سترايك على هاد 14 دامج هذا خالص سلايمد خلينا نصرفه ونشيله من هي نعمل نكست اورايت طيب انجر على هاد 16 دامج الانجر صار طيب هاي تذكروا كيف كان 10 ولا 6 كان اورايت هيك عملت هيل صار فل اخذ كرت بدنا كرت كرتي ظريف فيند فاير هذا حلو اكزوست اول كاردز ان يور هاند ديل 7 دامج فور ايتش كارد فاذا انت عندك 6 1 7 5 35 دامج او ديل 32 دامج بس هذا حقه 3 هذا حقه 2 في هذا فيد ديل 10 دامج اف ذس كيلز ا نون مينيون raise your max HP by 3 yes بصير عندي الـ XP الـ HP بزيد طيب نشوف هدول نختار واحدة runic dune gain at the start of your turn you can no longer see enemy intents ما فيني اعرف شو حيعمل بستاهلي اخذ الانرجي الزيادة لا طيب at the start of your turn draw two additional cards that start each combat confused اوكي at the start of your turn باخذ كرتين زياده يعني خمسه واثنين اوكي يعني اثنين ثلاثه واثنين at the end of your turn you no longer discard your hand بضل الكروت معك لا انا بدي هاي هاي حبيت انا خلينا على خمسه كروت اوكي بعدين شو بتعمل act 2 بتجي على البرج اللي بعده بتكمل طالع هاي هي الجيم شوي شوي طبعا الوحوش حتزيد قوتها البوس حيزيد قوته وهكذا وبتحاول انك تصل قد ما فيك وتحاول انك تلم قد ما فيك طبعا في عندك الماب سوري هاي الدك بيورجيك شو الكروت اللي عندك اذا فيك هذا الكارت مثلا ممكن روح عند الميرشنت وادفع له عشان تشيله ممكن اوكي في عندك هاي الاشياء يب هاي سلاي ذا سباير الميج شويه شغل مثلا عنده اوربس هدول اذا كل ما اذا ضلوا لاخر الدور بصير بياخذ بلوك اوتوماتيك وهيك اشياء بدك تجربه ولا تشوف بس الجيم بشكل عام كتير ظريف المهم شكرا كتير لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير نشوفكم بعدين سلام